ونعود مرة أخرى إلى ملف العدالة الاجتماعية، واليوم هو اليوم الدولي للعدالة الاجتماعية، وكان هناك بعض التصريحات الهامة على هامش هذا اليوم لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، وتحدثت عن تعزيز هذه الصفات في هذه المناسبة الهامة وتعزيز المساواة وحقوق الإنسان والحماية الاجتماعية. للمزيد من التفاصيل حول هذا اليوم والدور المصري وما قمنا به حتى الآن لتحقيق هذا النموذج على أرض الواقع، تنضم إلينا عبر الهاتف دكتورة نسرين البغدادي، أستاذة علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية وعضو المجلس القومي للمرأة. دكتورة برحب بك. أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح الخير. يمكن وزيرة التنمية أو عفوا وزيرة التخطيط كان لها الكثير من التصريحات متعلقة بهذا اليوم، يوم دولي للعدالة الاجتماعية، وتحدثت عن تعزيز العدالة الاجتماعية والتي تشمل قضايا هامة مثل الفقر والبطالة والمساواة وحقوق الإنسان. بنسبة كم في المئة بالفعل الدولة المصرية تعمل على هذه الملفات؟ خلينا نتكلم في الأول إن العدالة الاجتماعية بتعني أو تتصل مباشرة بمسألة حقوق الإنسان، وحقوق الإنسان الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، بمعنى أن يكون لكل فرد موجود النصيب العادل ولا يتم التمييز على أساس النوع أو يعني أو الدين، إنما يتم التوزيع العادل لكل هذه الحقوق بين البشر جميعهم. وبالتالي هذا اليوم يعني الكثير للمجتمع المصري بما يتخذ من تدابير وإجراءات وإصدار قوانين دائما وأبدا في إطار الحماية الاجتماعية للجميع. وعايزة أقول لحضرتك أيضا أن الدستور نص أيضا على المساواة بين أفراد جميع المصريين، ولا يوجد هناك تمييز. الحقيقة في نقطة أثيرت أيضا في هذه التصريحات متعلقة بالاقتصاد الرقمي والتوسع في الخدمات المالية الإلكترونية، وطبعا ده توجه عالمي يا دكتورة، إلى أي مدى هذا له علاقة بالعدالة الاجتماعية وتطبيقها في البلاد؟ مصر منذ سنوات وهي تتخذ من الخطوات في هذا المجال، وعلى فكرة كان هناك توجه كبير جدا نحو ميكنة يعني اللي هو الموظفين في المؤسسات الحكومية والدخول في هذا الإطار، وأيضا في إطار إن احنا دلوقتي داخلين في مبادرات الشمول المالي للجميع، وفي إطار أيضا نظام التعليم وتحوله إلى الرقمنة. وده هل دي نقاط بتضمن العدالة لجميع الناس؟ يعني بصي حضرتك، أنت لما بتنحي الجانب البشري من الموضوع وبيبقى تبقى الخطوات ثابتة، بتضمني يعني ضمان كبير جدا الى عدم وجود الاهواء وعدم وجود فساد في اي منظومه كانت. فبتبقى العمليه فيها زي نظام، فيها اطار خطوات ثابته، بتصل الخدمه للجميع بنفس المستوى. العداله الاجتماعيه ايضا خلينا ندخل في اطار يعني تعزيز حقوق المرأة، وفي إطار الحماية الاجتماعية، وفي إطار هذا الجانب الذي نصت عليه استراتيجية تمكين المرأة 2030، واللي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية في 2017، واللي من خلالها كانت هناك العديد من الإجراءات. في إطار جائحة كورونا كانت هناك تدابير كبيرة جدا لتعزيز العدالة الاجتماعية، ونظرا لأن المرأة كانت أكثر عرضة للعنف. إيه أشكال التمكين يا دكتور من خلال متابعة حضرتك وخبرتك طبعا في هذا المجال اللي حدثت في الفترة الأخيرة للمرأة المصرية؟ يعني شوفي الإجراءات اللي تم اتخاذها بالنسبة للمرأة العاملة، وتحديد أيام العمل، وإنها أن المرأة اللي عندها أطفال يعني كل أجرها كامل، ورعاية المرأة الحامل، وتوصيل كل الخدمات لها للمنزل لحمايتها وحماية الأطفال، وأيضا الأطفال الرضع، وتوصيل
الألبان إليهم في المنازل. الحقيقة العديد من الإجراءات. دي تتحط أكتر في سياق الحقوق يا دكتور ولا التمكين؟ في سياق، أصل بصي أنت لما تعملي تمكين هيبقى في حقوق، يبقى خلاص هو وصل لحقه. يعني أنت لما بتاخدي وبتعملي هذه السياسات التمكينية أنت تصلي، لأن هو كان في إطار إن هناك في تمييز إقصائي، فبتعملي سياسات عشان يتم تمكينه عشان يبقى له حق ويكون قادر على ممارسة حقوقه. هي يعني في إطار، وهي كلها دوائر تفضي إلى بعضها البعض، لأن المرأة في النهاية إنسان وله حقوق، ويجب أن تكون هناك سياسات وإجراءات من خلال التمييز الإيجابي للمرأة. وده الحقيقة اللي اتبعته الدولة في خلال السنوات السابقة في إطار الدعم للمرأة من خلال إرادة سياسية حتى تكون قادرة على أنها تمارس دورها في المجتمع باعتبارها إنسان له كل الحقوق. بشكرك شكرا جزيلا دكتورة نسرين البغدادي، أستاذة علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية وعضو المجلس القومي للمرأة.